هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. رسميا مكان إقامة لقاء النهائي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن فوز المغرب بشرف تنظيم نهائي دوري الأبطال الإفريقية لهذا الموسم. أوضح الكاف عبر بلاغ رسمي أن الاتحاد السنغالي الذي كان ينافس المغرب على تنظيم النهائي سحب ترشحه ليتم اختيار المغرب لتنظيم نسخة دوري الأبطال الجارية. أضاف الاتحاد الإفريقي أن المباراة النهائية ستجرى يوم 30 ماي الجاري على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. تصدر الإشارة إلى أن الفريق الأحمر تمكن من الفوز في مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي بأنغولا بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما فاز الأهلي المصري بأربع أهداف نظيفة أمام ضيفه وفاق سطيف. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.